زوجي العزيز، ماذا تفعل اليوم؟ ماذا تفعل؟ ماذا زرعت لنا؟ اليوم زرعت، شوفي هنا خليت هذا الورق، هاي هنا بهاي السندانة. الله إنه جميل. أوكي توزرع هنا جرين سلطة. جرين سلطة؟ إيه. ها. جرين هاي الميكس سلطة ميكس. أوكي أوكي أنا أشوف صورتها يا حنا. نايس. يا ماي فيفرت. هنا فلفل المكسيك. واو اشتريتها ب 17 دولار. 18 دولار. السعر حتى بيعها عليك. أوكي. وهنا فلفل أحمر. واو شنو شنو هنا سويت؟ رشاش. اوكي بتشوف الطريقه انا شلون زرعتها. طبقات البيض تذكرين صار لك نص السنه. اي والله هسه اشوفك. اخلي تراب، ها بعد ما اخلي تراب ارش البذور عليه. اوكي رش هذا موجود ان شاء الله يطلع حلو يا رب. زين حطيت عليه تراب وراح ازقيه ان شاء الله تنجح العمليه ان شاء الله. لا شيء راح نبيع طبقات رشاد. الله ايش قد راح تبيعها؟ لان كلفتك هوايه صح. خمس. البيض اشتريت البيض هاي ايش قد ايش قد هاي البيض شوفي انا يعني ما... انا اخذت البيض كرت حتى على مو الطبقه. اها الطبقتين ب 10 دولارات ومره انا اشتريتهم ب 20 دولار ما 30 دولار. اي وقت كورونا. لا صح هسه لازم تبيع الوحده شيء 40 50 دولار. خلاص انت سعرتي. يا اوكي يا 45 دولار يلا بالنص. عندي هذا الفود مالته. اخذت هنا خاشوبتين خذهن. اوكي ازيبي مقوي لهم ان شاء الله يطلع. عاشت يدك عاشت يدك. نايس. وين الورد الابيض اللي ها؟ اوكي وهنا زرعت لك كم ورد. هذا الورد انا قلت ابيض اريد. ما لقيت ابيض. اريد ورد ابيض. هاي مشكل ما اريد مشكل. زين ليش ما قلت لي؟ كان قلت لك لون ثاني. اكو رياض ودالي عنوان يم المطار قال يبيعون شتلات هناك عود نروح نشتري. اوكي خلاص اقنعتني. عاشت ايدك. خلينا نشوف هاي التجربه راح تطلع ان شاء الله ان شاء الله عشان انتم تجربونها.